السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم إخواني، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وعافية. اليوم رانا يوم 1 جانفي 2018، رانا في منتصف اليوم وكاين شوية الشمس هكذا والجو يعني معتدل هكذا شوية، وحبينا نتقاسموا بعض المعلومات وبعض الملاحظات مع بعضنا البعض. ربما الواحد لاحظ أنه فيه أعشاب راهي تنمو في المنحل، وهذا طبيعي بالنسبة للوقت اللي رانا فيه من السنة، ولكن هذه الأعشاب هذه لو تنمو أمام المدخل تاع الخلية راح عندنا مشكل. المشكل الأول أنها ربما ترتفع إلى درجة أنها تسد لنا المدخل تاع الخلية، تكون عائق أمام النحل الدخول وخروجه. وأيضا النقطة الثانية، الأعشاب هذه تخبي بعض الرطوبة على الأوراق تاعها، فالنحلة وهي راجعة من المرعى باش تدخل للخلية، ربما حركة خفيفة من الهواء أو من الريح راحت تطيحها في الأعشاب هذه المندات بقطرات الندى أو بالرطوبة هذه. النحلة راهي رايحة تتشمخ أو تتبلل، ودرجة الحرارة تاع جسمها راهي رايحة تنخفض، وبالتالي ما تقدرش تطير، وربما يجي عليها الليل وتبات خارج الخلية وأكيد تموت، لأنه درجة الحرارة في الليل راهي 0 درجة أو ربما أقل في بعض المناطق. لذلك والنحل كما هو معروف عنه هو من ذوات الدم البارد، يتأثر لما تكون الحرارة في الخارج مرتفعة، الجسم تاعه يسخن وينشط ويقدر يطير ويتحرك. لما درجة الحرارة تنخفض النشاط تاعه يتوقف تماما إلى درجة أنه ما يقدرش حتى يتحرك. لذلك فإحنا واش نديرو؟ نحو أو ننزع الأعشاب الموجودة أمام الخلية كما رانا نشوفو هنا، يعني أنا رانا نحيت حوالي نصف متر مربع ولا اللي أمام الخلية كله أزلت منه الأعشاب. نبقى ونداوموا على العملية هذه، كل ما نشوفو الأعشاب نامت الأعشاب أمام الخلية نقوم بإزالتها باليد أو باستخدام أي أداة أخرى. إذا لم نقم بإزالة الأعشاب، على الأقل نضع قطعة من الخشب هكذا أمام مدخل الخلية. قطعة الخشب هذه أولا رايحة تمنع الأعشاب من النمو والارتفاع أمام مدخل الخلية، والثانية لو النحلة سقطت مش راح تسقط في وسط الأعشاب ومش راح تتبلل، وإنما راح تسقط في مكان جاف ويساعدها على الطيران من جديد والدخول إلى الخلية. ما ننساوش أنه النحلة العائدة الآن من المرعى تكون محملة بحبوب اللقاح، وهي ثمينة جدا هذه النحلة العائدة إلى الخلية، ثمينة ثمينة تماما بقدر غلاء الملكة أو بقدر غلاء الخلية، لذلك لازم نحافظ عليها. فوالا، هذا هما، إما ننزع الأعشاب قلنا من أمام مدخل الخلية ما نخلو حتى نبتة، إما نضع حاجز هكذا يمنع نمو النباتات أمام الخلية. النباتات المحيطة بالخلية في جنبها أو في خلفها راجعة الاجتهاد النحال، لو أراد أنه يزيل كل الأعشاب يزيلها، لو أراد أن يتركها يتركها، ولكن بشرط لما يجي فصل الصيف والنباتات هذه تيبس لازم ينحيها، ما يخليهاش، لأنها ممكن تكون سبب في حريق المنحل لا قدر الله، والخسارة راح تكون كبيرة. فيه نقطة أخرى أيضا، المناطق في الجزائر تختلف طبعا، والمناخ يختلف من مكان إلى آخر. المناطق الساحلية تختلف عن الداخلية، والداخلية تختلف عن الصحراوية، والشرق يختلف عن الغرب. لذلك الإنسان دائما دائما، أنا أنوه إلى هذا الأمر، الإنسان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الأماكن. فمثلا المناطق الساحلية الآن هي مناطق مبدئيا دافئة والنحل فيها بدأ يتحرك، وكاين حتى بعض الناس اللي راهم رايحين يديروا عملية تقسيم، ربما في منتصف جونفي أو في نهاية جونفي بالكثير يقوم بالتقسيم.
اما مثلا في المناطق تاعنا هنايا، المناطق الداخليه، مازال عندنا البرد ومازال عندنا الجليد مع الصباح، والنحل مازال ما تحركش حتى اننا نقدموا له التغذيه، وحتى انه بدا يتوفر انواع من المرعى، ولكن مازال ما النحل مازال ما تحركش. لذلك النقطه هذه الانسان لازم ياخذها بعين الاعتبار باش يفهم واش انا رايح نقول الان بخصوص التغذيه في هذه المرحله. اللي ما زالت المنطقة تاعو باردة وما زالت فيها الثلوج والأمطار وكذا، يقدر يقدم تغذية مركزة للنحل تاعو، يقدر يقدم الكوندي أو العجينة عادي. ولكن لو المنطقة دافئة وفيها المرعى جيد والنحل بدأ يتحرك، يقدم له تغذية سكري بالمحلول السكري، وتكون التغذية هذه مخففة، تكون قريبة إلى التركيبة تاع الرحيق، باش النحل تاعنا يبدأ ينشط والملكة تتحفز وتبدأ تضع أكبر عدد ممكن من البيض. وفي حتى أنه بعض الخلايا الآن تقدر تبني الشمع، تنتج شمع جديد، خاصة مع توفر الدفء والمرعى. أنا نتكلم أنايا على المناطق الساحلية ربما القريبة من البحر، أو المناطق الدافئة مثل المناطق الصحراوية. لكن المناطق هذه الداخلية تعنا مازال عن البرد، ومازال ما نحل مازال ما تحركش، مازال ما دارش قفزة اللي نبداو نعطولو من جرائها التغذية المخففة اللي تنشطو وتحرض الملكة على وضع البيض. فوالا، هذه بك باش نوضحوا اكثر النقطه هذه. لماذا؟ لانه بعض الاصدقاء قالوا لي، علقوا لي على بعض المعلومات قدمتهم، وتناقشنا في الموضوع هذا، ولقينا اني انا كنت على صواب وهما كانوا على صواب. انا كنت على صواب لاني راني نتحدث عن المنطقه تاعنا وخصائصها، وهما أيضا كانوا على صواب لأنهم كانوا يتحدثوا على المنطقة تاعهم وعلى خصائصها، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. ربما الإنسان كان بعض المؤشرات اللي من خلالها النحل يستدل على أن النحل تاعو بدأ يتحرك من غير ما يفتح الخلايا ومن غير ما يراقبهم كلهم، فقط يكفي نظرة خارجية. أولا يشوف أن دخول وخروج النحل أصبح أكثر من الأيام الماضية، يلاحظ أن النحل تاعه أصبح نشيط. يلاحظ أيضا أن النحل تاعه، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه أصبح يجلب حبوب اللقاح بكثرة. حبوب اللقاح هنا تعني أمرين. الأمر الأول تعني أنه هناك مرعى في الخارج والغذاء متوفر، والثاني يعني أن الملكات بدأت تنشط في وضع البيض، وبدأت هناك حضانة التي تحتاج إلى تغذية. طبعا الحضانة تحتاج إلى حبوب اللقاح في تكوينها وفي نموها. هذا فيما يخص حبوب اللقاح. يبدأ الإنسان أيضا يلاحظ أنه النحل بدأ يوسع مداخل الخلية. ربما النقطة هذه ما تكلمناش عليها سابقا، ولكن النحل لما يجيه موسم البرد وتصبح درجة الحرارة متدنية، وش يبدأ يدير هو كإجراء؟ يبدأ يضيق مدخل الخلية باستخدام الصمغ النحل أو البروبوليس، يضيق المدخل، وفي بعض الأحيان يضيقه بشكل غريب جدا. مثلا في الخلية هذه، شوف كل المنافذ هنا راهي مسدودة. شوف هذا مسدود، ها شوف مسدود، هذا مسدود، كل المنافذ هنا كلها مسدودة إلا هذو الزوج فقط. هذو الزوج خلاهم باش يمنع دخول التيارات الباردة، ويمنع أيضا هجوم الدبابير والأعداء النحل. ولكن مع مقدم فصل النشاط، تصبح هذا المدخلين هذو يصبحوا غير كافيين لدخول وخروج النحل. فالنحل يبدأ يقوم بفتح الثقوب هذه اللي غلقها سابقا، باش يصبح عنده متسع، يعني مكان واسع يسمح بدخول وخروج عدد النحلات الساريحات المتزايد باستمرار. هذا مؤشر من مؤشرات نشاط النحل. كاين أيضا النحل لما يبدأ يتوسع أو يبدأ ينشط، وش يبدأ يدير؟ يبدأ الإطارات الفارغة الموجودة في الخلية، بعد ما بين قوسين أهملهم طيلة فصل الشتاء، يبدأ يرجع ليهم قبل موسم النشاط، ويبدأ ينظفهم
ويقوم بتهيئتهم للملكة باش تولد فيهم. طبعا عمليات التنظيف هذه وعمليات الصيانة تبدأ ورشة داخل الخلية. هذه الورشة هذه ينتج عنها بعض الشمع وبعض الفتات الزائد الذي يرميه النحل أمام مدخل الخلية. دوك نروح نشوف واحد الخلية مع بعض، ثواني فقط. هذا ما كنت أتكلم عنه، هنا بعض الشمع. هنا هذا الشمع، هذا النحل قام برميه لأنه راه يقوم بترميم الإطارات وتنظيفها وتهيئتها لاستقبال موسم النشاط. هذا أيضا دليل من الأدلة التي تخبرنا أن النحل تاعنا بدا ينشط وبدا يتحرك. كاين نقطة أخرى وهي سرعة استهلاك الخلية للتغذية اللي نعطوها لها، إن المحلول السكري وإن العجينة. في بداية الأمر الكميات اللي نعطوها للخلية تكون قليلة، والاستهلاك يكون ربما حتى اليومين باش النحل يقدر يكمل الكمية اللي نعطوها له، ولكن مع قدوم موسم النشاط تصبح أي كمية تعطيها الخلية تاعك تصبح بالنسبة للخلية هي قليلة، ويتم القضاء عليها خلال الليلة الأولى. هذا أيضا مؤشر من مؤشرات تحرك الخلية. هنايا النقاط اللي تحدثنا عليهم سابقا كلها كيف تتعرف على نشاط الخلية وتطورها من غير ما تفتح. أما الأساس والصح هو أنك تفتح الخلية تاعك في يوم مشمس ودافئ وما يكونش فيه تيارات هوائية، وتقوم بتفحص الخلايا، تفحص حجم الحضانة، وتشوف كمية النحل المتواجدة في الخلية، تشوف عدد الإطارات التي يغطيها النحل. وهنايا أكيد التفحص راح يخليك تستنتج تماما وبدقة مدى قوة الخلية ومدى تطورها أو مدى ضعفها أو مدى يعني حالتها التي وصلت إليها. هكذا هذه هي يعني، إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم، إن شاء الله نكون استفدنا مع بعض. تحدثنا على الاختلاف بين المنطقة والأخرى، تحدثنا على كيفاش نعرف تطور الخلية من غير ما نفتحوها، تحدثنا على المهم تحدثنا هكذا على النقاط هذو كلهم مع بعض. إن شاء الله نكون استفدنا، وإن شاء الله ما نكونش طولت عليكم، ونتلاقاو إن شاء الله في أعداد قريبة جدا إن شاء الله. لماذا؟ لأنه ربما بعد جونفي أو مع منتصف فيفري إن شاء الله راح يبدأ موسم النشاط في المنطقة تاعنا هنايا، ونبداو نديرو خطوة بخطوة مع بعض. كيفاش نبداو نتوسعوا في الخلايا تاعنا، كيفاش نبداو نربوا الملكات، كيفاش نخدموا نوايات التلقيح، كيفاش نقوموا بعمليات التقسيم، كيفاش نحولوا الخلايا، كيفاش نغيروا الصناديق. المهم هذه النقاط كلها بإذن الله رانا رايحين نتكلموا عليها مع بعض إن شاء الله. واللي عنده ربما اللي يقترح علينا موضوع يحطه في التعليقات أسفل الفيديو، أنا نشوف التعليقات إن شاء الله ونخير موضوع ونديروا عليه يعني العدد القادم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.